مشاهدينا الكرام، للحديث عن أوضاع المعتقلين في السجون الحكومية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. حياكم الله أستاذ علي. بداية، يعني زيارة وزير العدل الحالي خالد شواني إلى سجن الكرخ المركزي، إلى أي مدى تعتقد بأنها زيارة مهنية محددة الأهداف والهدف منها معالجة أوضاع السجون وفق المعايير الدولية؟ للأسف، يعني مع احترامنا للسيد الوزير اللي دارس القانون في العراق والحقوق ومسلح بعدة شهادات في هذا المجال، يعني أن يقوم بهذه الزيارة الاستعراضية الانتخابية التي يريد من خلالها يعني يثبت بأنه أنا هنا. هذا الكلام يا أخي يعني باستفزاز لمشاعر المعتقلين وعوائلهم، المعتقلين المظلومين الذي يعانون الأمرين من الإهمال الطبي والتعذيب، بالإضافة إلى أن 99% منهم أبرياء. يعني هذه الزيارة استفزازية وكنا نتمنى أن لم تتم. وهناك معلومات أنه رغم أنها زيارة استعراضية، هناك معلومات يعني موثوقة أنه تلقى اتصال أثناء زيارته، يعني من جهات وميليشيات بتسيطر على هذه السجون وطلبوا منا مغادرة السجن وإنهاء الزيارة. أما الإعلان عن يعني نحن لا نريد أن نزيد السجون، نحن نريد أن يخرج المعتقل البريء. زيادة السجون يعني معناها مقاولة جديدة لميليشيا جديدة تستفاد من بناء السجون وغيره. عدل في العراق أن يعالج مسائل أو مشاكل السجون طالما كان الحكم بيد هذه الأحزاب؟ ولذلك أنا أقول لهذا الوزير يعني هذه زيارته كانت يعني كمن ينكأ الجروح. يعني هذه الزيارة كمن ينكأ الجروح. ماذا فعلت هذه الزيارة؟ هذه الزيارة يعني زادت معاناة ذوي المعتقلين وأبنائهم وأطفالهم وأصدقائهم. يعني أنا أتعجب أنه هذا الوزير اللي يفترض أنه هو دارس القانون بالعراق ويحمل شهادات، يعني هذا الرجل منفصل عن الواقع نهائيا. وهذا هو ديدن المسؤولين والمسميات الحكومية. أستاذ يعني علي، أليس من المفترض أن تباشر الحكومة بإعادة تحقيقات، بتبييض للسجون كما هو مطالب من قبل الأهالي المعتقلين، وهو يعلم وكما ظهر في المقطع يعلم مدى الظلم الواقع على المعتقلين ويعلم مدى الغياب التام لحقوق الإنسان عن المعتقلين، خاصة وأن هذه اللقطة التي ظهرت وهو يظهر الإفطار وقطعتين من الجبن لسجين وجبة إفطار، أليس هذا ظلما؟ ألا يعتقد بأن هناك ظلما داخل السجون يجب أن يعاد تقييمه؟ أنا أعتقد أن هذا الوزير بعد هذه الزيارة أما أن يفعل شيء بالاتجاه الصحيح أو يقدم استقالته، لأنه هذا أمر معيب. يعني أمس رئيس وزراء ذهب إلى مستشفى ودعا الله لا يوفقه لسوء الخدمات، وهو يذهب إلى سجن ويظهر معاناة المعتقلين. نحن نعرف هذه المعاناة، لكن حين تظهرها بهذا الشكل الاستعراضي أمام ذويهم وعوائلهم، ماذا سيكون رد فعلهم إذا لم يكن هناك حل لهذا الأمر؟ البقية يعني هذا أحد ما الذي يحدث داخل سجون العراق لينتظر البعض ذهاب الوزير بالكاميرات؟ أنا أعتقد بأنه ما يحدث في سجون العراق الكل يعلم به والكل متورط به، خاصة الحكومة. كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حتى اليوم متورطة بكل ما يجري في السجون العراقية سواء السرية والمعلنة منها. هذا أمر كل العالم وكلهم يعرفونه، ومن المنظمات الدولية بتقاريرها كل يوم أجمعت على هذا الأمر. لكن للأسف هذه الحركات الاستعراضية يعني تنكأ الجروح، وأنا يعني في حيرة من 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 مسؤول كهذا. لماذا تذهب يا أخي إلى السجن إذا القصد إذا ردت تزيد السجون؟ ما حاجة تذهب بهذه الحركة الاستعراضية اللي تستفز بها مشاعر ذوي المعتقلين وأطفالهم وأمهاتهم وأباهم. طيب، نتحدث عن الدور الدولي الذي تفضلت به، وهناك لجان دولية تأتي بين حين وآخر إلى العراق
في سبيل متابعة أوضاع السجون والمعتقلات، لكن هل هناك دور دولي تعتقد جاد بخصوص معالجة قضايا السجناء داخل العراق؟ نعم، الآن نحن نشعر خلال تواصلنا مع المنظمات الدولية ومع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نشعر أن هناك تحرك واهتمام دولي نتيجة التقارير اللي تكتبها المنظمات الدولية ونكتبها يعني بالتعاون مع الهيومن رايتس ووش والأمنستي وغيرها. لكن فقط أريد أنطي ملاحظة، إذا أتت لجنة للعراق واختصت في سجن معين، يعني حتى يكون العراقيين، لأن هناك من يرحب بهذه اللجنة حتى يعرضونها على معتقلين ما يسمى لجنة أبو رغيف في معتقل المطار، وهو قسم صغير في معتقل المطار يختص بقضايا اللصوص تابعين لميليشيات ومسميات حزبية. نحن نريد لجنة حقيقية تزور المعتقلات وتبحث عن المغيبين قسرا والمفقودين، وتضع حد لهذه الكارثة والمأساة وعمليات القتل والتصفية لمعتقلين باعتراف الحكومة والبرلمان بأنهم يبحثون لهم عن عفو للأبرياء منهم. طيب، الجهات الدولية التي تأتي إلى العراق وكما تفضلت يذهبون بهم إلى معتقلات أو سجون معينة، ألا يعلمون هم قبل أن يأتوا بحسب التقارير بحسب الشهادات أن الوضع ليس كما تحاول السلطة أن تروج له بأنه وضع أو حياة وردية؟ نعم، نحن الآن نتواصل مع هذه المنظمات الدولية، وهناك لجنة من حقوق الإنسان سوف تزور العراق، وبينا لهم بأن هناك يراد تضليلهم ويراد يعني خداعهم، والأمر الكبير والثقل الأساسي والمسؤولية الأساسية في هذا الأمر تقع على جهتين. أولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تمتلك أكثر من 6 أو 7 مكاتب في العراق، ثانيا برنامج اليونامي الخاص بالأمم المتحدة وقسم حقوق الإنسان بهذا البرنامج بإمكانه أن يوضح لهذه اللجان وهذه المسميات حقيقة ما يجري، وبإمكانهم زيارة السجون والضغط على الحكومة العراقية. طيب، كل التقارير التي تتحدث عن الوضع المأساوي للمعتقلات داخل العراق والتي تؤكد أن هناك سجون سرية وتغييب قسري وغيرها، هل تؤثر على الحكومة؟ لا شك أن هذه الحكومات المتعاقبة منذ 2003 هي حكومات لا تهتم لا بسمعتها ولا بسمعة العراق، لأنه أساسا هم ناس يعني حتى ولاهم للعراق مشكوك فيه. ولذلك نعم، هذه التقارير والأحاديث لو تحدثت عن دولة محترمة أو حكومة تحترم نفسها لقدم استقالتها لتصرفت بشكل غير. المشكلة ليست في التقارير، المشكلة بمن لا يخجل ولا ينتمي للعراق ولا يحافظ على دماء العراقيين. رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.